شبكة المقاهي الأدبية والثقافية المركز الثقافي كيلون دمقع خالد فضاء اللي فوكين لأخي غنقام حسن السلام عليكم ذلك مسبرك غيني وراد ويسكراد مصطفى أستنى اللقاء الثالث مشروع أستنى لقاء نشاط ثقافي لدعم القراءة ونشاط المقاهي الثقافية التوسكارس دعم مشاركة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة سوسمار فيغان لنخ توقف ندوان يمسيقل ديمارات اللي ريوس في الأوتاز أتفكر توقف انتفاوي في الموضوع التغري القراءة زيت نس الفضاءات الثقافية المقاهي الثقافية والفضاءات الثقافية بصفة عامة حضرات السادة والسيدات إذن في البداية أود أن أرحب بكم في هذا الفضاء الجميل في هذا اللقاء الثالث من برنامج السنة لدعم القراءة وتنشيط المقاهي الثقافية هذا المشروع وهذا البرنامج المدعم من طرف وزارة الثقافة وبالتقديم بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة وهذا اللقاء الثالث يقام بالتنسيق مع شبكة المقاهي الثقافية ومع مركز الثقافي تملول وهذا الفضاء بقى الخالد فنشكرهم جميعا على تعاونهم من أجل إنجاح هذا اللقاء إذن في هذا اللقاء الذي سيتناول فيه طلاب الباحثين والنقاد موضوع القراءة في علاقتها مع الفضاءات الثقافية بصفة عامة يسرني أن أرحب سي حسن الطرب أستاذ الباحث في كلية الأدب والعلوم الإنسانية في أكادير سي عبد الرحمن تمرة الأستاذ الباحث والناقد أستاذ في كلية متعدد التخصصات الإرشادية معي أيضا سي محمد سكنفيل أستاذ باحث بالنسجي في الدراسة العليا للتجارة والصناعة في جامعة المنصورة بأكادير أيضا الأستاذة نادية أبكري اللي هي رئيسة مركز ألمى للأبحاث والدراسات الإعلامية والثقافية وطالبة باحثة بسلك الدكتوراه تشتغل على مجال الإعلام والصناعة الثقافية مرحبا نادية ثم أيضا صديق عماد قحبو مدير مركز ثقافي لأيتمنيو مرحبا بكم جميعا وبضيوفي وفي البداية سأعطي الكلمة السي حسن الطلب في حدود 10 دقائق لمجموعة من المثقفين من الكتاب الناشئين أو من أناس عاديين أهمهم المشترك وهو هوسهم بالثقافة في جميع أبعادها سواء كانت المسرح ولا الشعر ولا الرواية أو غير ذلك في هذا الفضاء يلتقون يتبادلون الحديث يناقشون ينتقدوا بعضهم بعضا يناقشون أحدث الإصدارات الأدبية أو الظواهر الأدبية في بلدهم في مدينتهم إذن فهي فضاء لكن هذا الفضاء له تاريخ في البداية كانت المقهى فضاء لتسجية الوقت للضحك لتناول مشروبات قهوة أتاي مشروبات كحولية مثلا في البلدان الغربية ثم شيئا فشيئا استثمر الأدباء هذا الفضاء للترويج لثقافتهم أو لإنتاجهم الشعري أو الأدبي فأصبحت المقهى تحولت من فضاء ماشي كل
المقاهي طبعا، وانما المقاهي المشهوره. وهذا التقليد بدات به فرنسا ثم انتقل الى انجلترا، فاصبحنا في فرنسا وانجلترا اصبحت بعض المقاهي ترتبط بادباء كبار وبجماعات ادبيه وبطيارات ومذاهب ادبيه حتى اصبحت معروفه بها. ثم الإشارة الثانية وهو أن المقاهي الأدبية مرتبطة بالجماعات بالمجتمعات المتحضرة، أي المجتمعات المدينية. المقاهي الأدبية لا نجدها في القرى ولكن ترتبطت بالمدن لها تاريخ بحال باريس، الرباط، الدار البيضاء، ثم المدن العريقة مثل أسفي، مثل فاس في المغرب أو في تونس أو في العراق أو في سوريا كذلك في دمشق. هذه المدن العريقة التي لها تقاليد أدبية ومعروفة بأدبائها وشعرائها، المقاهي الأدبية. المسألة الثالثة التي يجب إثارتها وهي أن ما يثار داخل المقاهي الأدبية من موضوعات كما قلت يهم جميع المواضيع. آخر الإصدارات الأدبية تناقش فيها المواضيع الساعة، وهذه الموضوع سؤال القراءة وسؤال فضاء الأدبي والمقاهي الأدبية خصائصها وأهدافها. اقتصادا للوقت سوف لن أذكر بمضمون المداخلات، ولكن سألتقط من كل مداخلة فكرة وفكرة تبدو لي مهمة جدا. بالنسبة للسي حسن، التقطت فكرة أن المقاهي الأدبية ترتبط كمشروع بمبادر بحامل لهذا المشروع، بمعنى لا بد من مثقف أو مبدع يعي جيدا دور هذه الفضاءات وأهميتها لتقريب القراءة والإبداع من جمهور واسع، أن يكون من ورائها مبادر وحامل لهذا المشروع. وتجارب العديد من فضاءات من هذا القبيل سواء في أوروبا وفي حتى في المغرب، رغم أن التجارب قليلة جدا، نجد أن هناك مبادرون وهناك أناس يحاولون انطلاقا من هم ثقافي وإبداعي أن يخلقوا هذه الفضاءات ليقربوا القراءة والثقافة بصفة عامة بكل تجلياتها وحواملها من جمهور واسع يتجاوز فضاءات التقليدية والأكاديمية إلى مستوى عنوان مداخلتي الفضاءات الثقافية مديح الفكر المقاوم. إذا في حدود 10 دقائق أستاذ الرحمن نحن في الاستماع. مساء الخير، شكرا لمركز الثقافي بيئة مندول، شكرا لشبكة المقاهي الثقافية، شكرا لمقهى خليل، شكرا للحضور الكريم. حقيقة حينما طرح علي في أول مرة نقاش متصل بقضية المقهى جاءتني هذه الفكرة، وهي أن هؤلاء الذين يشتغلون على الثقافة بداخل المقهى أو الذين يوجهون المقاهي للاهتمام بالمقهى هم مقاومون من نوع خاص، لذلك تحدثت عن مديح سأمدح هذه الفكرة، وأعتبر أن مديح هذه الفكرة هو مديح لفكري يقاوم كثير من الأشياء. لماذا؟ لأن من خلال تجربتي الخاصة لدي علاقة غريبة جدا بالمقهى، ومنذ على الأقل علاقتي بأيت منور في سنة 1999 وأنا أسكن بمدينة أيت منور وأقطن بها، فلم يثبت يوما أن كتبت مقالا أو كتابا خارج المقهى. كل ما أنشره دائما أكتبه في المقهى. للأسف هذه الورقة التي سأتحدث فيها اليوم عن المقهى لم أكتبها في المقهى، ربما هذا من قبيل المفارقات. كثير من الأشياء التي تفضل بها الصديق العزيز سحي سلطان من تاريخ ومعطيات إحصائية ورهانات وغير ذلك، لذلك لن أكرر هذه الأشياء لأنها كانت مهمة جدا وأشار إليها السيد رئيس المؤسسة الشيخ أيضا في إشارة مهمة جدا. ولذلك فهذه الورقة انطلقت من سؤالين اثنين. السؤال الأول، هل المثقف فعلا بعيد عن المجتمع؟
إذا كان كذلك فهو إنسان ويلج إلى المقهى ويذهب إلى السوق وإلى كل الفضاءات العمومية، فهل تم إمكانية لكي نتحدث عن تقريب هذه الثقافة من المواطن وبأي صيغة؟ حينما نتأمل في المقاهي الثقافية في تقدير الرهان الذي يمكن أن أقرأه بالنسبة إلي هو أن هذه العلاقة بين فضاء المقاهي الثقافية هو فقط رغبة للارتقاء بالإنسان وتحويله من كائن مقرون بهذه الفضاءات على سبيل تسجيل الوقت وفائض كلامنا أكثره متصل بشؤون الناس وقضايا الذات إلى كائن يفكر في العالم، يحس بذاته، يملأ فراغ بأفكار ومعلومات، ينتج أفكار ومواقف ومواقف مضادة. ولذلك فالإنسان قد يأتي للمقهى لنسيان تعاسته وتعبه وألمه، ولكن حينما يشتغل على فكرة فكمان على هذه الورقة العميقة لتحمل أسئلة وقراءة وتأملات بمفحة أنطولوجية سألت الفضاء وسألت المعنى في علاقته بالذات، بالتربية على الجمال، بالوظيفة التنويرية، بتحرير الألم الحياة. سألت الموضوع من زاوية أنطولوجية عميقة مرتبطة بهاجس الثقافة وهاجس الإبداع وأسئلة الذات والجدوى والمعنى. شكرا سي عبد الرحمن، بطبيعة الحال من خلال نقاشكم ممكن تغنوا بزاف الأفكار اللي وردت في ورقتين اللي تقدموا لحد الساعة. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذة نادية للإشارة فقط بأن هذا اللقاء كاين درج ديما مشروع كبير كما أشرت في بداية تقديم ديال هذه الندوة من تنظيم الجامعة الصيفية، وأعتقد بأن الحضور الكريم يعرف جمعية الجامعة الصيفية اللي هي الإطارات الثقافية الكبرى على المستوى الوطني وعلى مستوى أكادير بخصوص إطار تأسس في 1973 في أكادير، واللي كان من أولى المنتديات الأولى للفكر والثقافة والفكر التعدد والنقاش حول التعدد اللغوي والثقافي في بلادنا، والعديد من التحققات اللي حققها الخطاب الاختلاف وخطاب التعدد اللغوي والثقافي وخطاب في المغرب كان هذا الإطار وهذا المنتدى هو المنطلق ديال المفاهيم فيه تحتت مفاهيم أصبحت الآن من مفاهيم متداولة في نقاش رسمي في جميع المستويات. هنا تحتت من هنا خرجت خطابات ومفاهيم كبرى لكي يستدلها فكر الاختلاف تعدد الثقافي في بلادنا. بالتالي هذه إشارة فقط بأن اللقاء من تنظيم الجامعة الصيفية بشراكة مع وزارة الثقافة وبالتنسيق مع مركز بيت ملول مركز الثقافية ملول ومع شبكة المقاهي الثقافية ومع فضاء مقهى خليل اللي كنتواجدوا فيه اليوم. إذا نفتح المجال للأستاذة نادية في حدود 10 دقائق لتقدم إضاءتها وإضافاتها لهذا السؤال. السيد رشيد الحاحي والأستاذ حسن طالب والأستاذ مراز تكساس كافر والأستاذ عماد، أشكر حضورنا الكريم وأشكر القائمين على هذا المقهى الثقافي وعلى جهودهم في إطراء المشهد الثقافي بأيت ملول وبهذا الحي. ورقتي هذه ستكون عبارة عن مجموعة من التساؤلات، هي طرح لعدة إشكاليات سأحاول من خلالها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، وأيضا سأشارك الحضور لنحاول الإجابة في مضمون القراءة للمقاهي الثقافية غاية من وجود هذه المقاهي الثقافية في الأحياء. في جدول من القراءة والثقافة للمقاهي سأصدقكم القول أنني أحس وأنا معكم برغبتي في أن أفكر في كل الاتجاهات، فلا خطوط حمراء ولا وردية في حضرتكم. وكم نحن في حاجة إلى الحرية في الكلام، وكم نحن في الحاجة إلى السؤال دون هوادة حتى إن لم ننتج أجوبة، فعلى الأقل نتلمس الطريق نحو الأجوبة. وكم نحن في الحاجة إلى اللقاء في زمن الجائحة، وكم نحن في حاجة إلى التفكير العميق في إمكانيات العيش أولا كبشر وكمبدعين نناضل من أجل ترسيخ أهمية الكتاب، أهمية القراءة،
أهمية الشعر، أهمية الرواية والقصة والسوسيولوجيا والفلسفة وكل مناحي الإبداع الإنساني، وكم نحن في حاجة إلى التفكير المشترك في ذات الاتجاه بزوايا نظر مختلفة تتكامل ما دون التكامل كبشر. سأترك الأسئلة تتناسل وسنفكر معا في مشاريع أجوبة بالتأكيد. أولا، كيف نتحدث عن الأدب والثقافة والقراءة في المقاهي؟ كيف نتحدث عن أنية لا تؤمن بالحجر والقاعات والمدرجات المغلقة؟ إن السؤال جدوى من القراءة والثقافة في المقاهي سؤال قاسي جدا، يمكن أن ينتج تحته هوله أجوبة عديدة، وسأحاول أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة. المقاهي الثقافية هي فضاء للنقاش العمومي كما ذكر الأستاذ حسن طالب وحدبان وأيضا هابرماس، عن هذه الفضاءات العمومية يتاح فيها إبداء الرأي والتحليل والنقاش، وباختصار العدالة للتعبير عن الرأي. شكرا أستاذ نادية بكري على الإضافات الجميلة اللي تضمنتها مداخلتها، قد أقول بأنها مداخلة وإضاءات حسية أكثر، إحساس الإنسان ولكن أكثر إحساس الواقع. لهذا كانت المداخلة عبارة عن العديد من الأسئلة، أسئلة قلقة حول وضعيات المرأة، حول وضعية القراءة والفضاءات الثقافية، وحول سؤال الثقافة وجدول الثقافة. التقطت أيضا من مداخلتها فكرة تبدو لي مهمة جدا، وهي تسائل زمن المغضوضية والنفع المادي والمباشر، كيف يمكن أن نعلم شأن الإبداع وشأن الثقافة ورأس مال الرمز والقراءة والجمال والإبداع مع ذلك في وضعنا الراهن الوصول بالمادية والتقنية والوسائط الجديدة، وما ترتب عن كل هذه الأشكال التواصل الجديدة للتفكير للمعرفة والتواصل إلى غير ذلك. إذن شكرا نادية التي أيضا تساءلت عن مكانة الثقافة مستقبل خارج المؤسسات، خارج فضاءات مؤسساتية التي تراها أيضا بأنها غارقة في التقنية وفي التدبير اليومي. فكيف يمكن لفضاء المقهى وهذه الفضاءات أقول قريبة من جمهور عريض من المتبعين من روابها، كيف يمكنها أن تعوض هذا النقص وهذا هذه الحاجة التي ربما لم تسمح شروط الاجتماعية والتواصلية الجديدة بقى نفس الأساليب ونفس طرق التواصل. محمد محمود مدير مركز الثقافي إيت منون اللي يدلي بدلوه في موضوع واسئلة عن الموضوع الشائك ولكن مهم جدا ومؤكد بأنه دورة هيلية كبيرة في وقتنا الراهن. تخطي السعيد مساء الثقافة، مساء الفن، مساء هذه الوجوه الكريمة والشخصيات الصديقة اللي افتقدناها في الحقيقة في مثل هذه المجالس بسبب ما تعلمونه جميعا. اليوم أبت الثقافة إلا أن تنتفض مرة أخرى وتثير انتباه الجميع، ونلتقي بمقهى خالد بمدينة إيت منون اللي هو أحد المقاهي التي تنتمي إلى شبكة المقاهي أو الشبكة الوطنية للمقاهي أرباب المقاهي الثقافية، وهو جار صديق للمركز الثقافي لإيت منون، وكذلك يحاول أو نحاول جميعا من خلال أن يكون هذا المقهى إحدى منارات الثقافية الأربعة التي ستكون إن شاء الله رائدة كمقاهي ثقافية بمدينة إيت منون لتتكرر فيها مثل هذه اللقاءات في كافة المناحي والأصناف الثقافية. كما أشكر الجامعة الصيفية
على اختيارها لمدينة تملل لكي يكون استمرارا للبرنامج أسترا في هذا المجال. أنا سأتحدث انطلاقا من ممارسة ميدانية أو في إطار ما نسميه نحن في المركز الثقافي لتملل باعتباره أحد المراكز الثقافية الرائدة على المستوى الوطني بشهادة الجميع وبشهادة وحصوله على جائزة أو على جائزة الريادة كأفضل مركز ثقافي على صعيد الوطن لخمس سنوات متتالية. ثم ارتئينا أن نخرج ما يوجد داخل المركز الثقافي لتملل من برمجة من في كافة الأنماط الثقافية والفنية إلى مختلف أنحاء مدينة تملل باعتبار أنها مدينة لم يكتشف الثقافة بعد، ويمكن أن من خلال هذا أن نصل إلى نتائج جيدة ومرسخة للفعل الثقافي الميداني. شكرا جزيلا لكم. سعيد غير لي متسفيد بيسأل تجربة تدبير مرفق ثقافي مؤسسة ثقافية في المركز أصحاب المعطيات اللي عطاتهم ديت الوالد الشباب الحاجة للثقافة الدور الثقافة اللي بدا على المراكز الأدوار الاجتماعية القرنية. شكرا سي عماد انطلاقا من تجربته كبير وتحدث عن المركز الثقافي والدور ديالو والأهداف اللي ممكن نلعبها مراكز ثقافية والثقافة بصفة عامة على المستوى الاجتماعي والقيمي والتنويري إلى غير ذلك في المجتمع. التقطت أيضا من مداخلته فكرة مهمة جدا عندما قرأت الثقافة، وهذا يذكرني بسؤال مطروح كل المجتمعات ومطروح في المغرب بشكل كبير لاكسي على كيتو لاكسي على كيتو الولوج إلى الثقافة الولوج إلى الإبداع. إحصائيات شحال من واحد كيزوق قاعة السينما في السنة في المغرب، شحال من كتاب كيقرا، شحال من واحد كيقرا، شحال من واحد كيزور معارض تشكيلية، شحال من واحد كيزور مسارح. إذن هذه أسئلة كبرى مرتبطة بالولوج إلى الثقافة والطبيعة الثقافة والطبيعة التلقي الثقافي. بطبيعة الحال سؤال مركب ومعقد لا يرتبط بالشأن الثقافي في حد ذاته، لا يرتبط بالمثقف والمبدع والممارس في حد ذاته، هو سؤال يرتبط بالمدرسة، يرتبط بالجامعة، يرتبط بمنظومة القيم المجتمع، يرتبط بالطبيعة، يرتبط بمكانة الثقافة والإبداع والجمال في مختلف مسارات الأشياء الاجتماعية ديال الفرد وديال المواطن. وبالتالي أي حديث عن التنمية والتطور لا يمكن الإحاطة بكل جوانبه التي بطبيعة الحال ليست كلها تقنية ومادية دون استحراف سؤال الثقافة وسؤال الإبداع. تنميرتي تداويت من بدو في تاولية دابا رايزين عرسني مير غمتنا السي رشيد دونك لي غران باش دعتي لي غمت المفترض لي غيتني غما في التساول غما في ميكان سميتو لي يساول في القضية لا 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 ليكتور اي لا كولتور في قضية الفضاءات لا دونك السجاد غيوكشوم كان خاص بالقراءة بالليكتور بالكولتور لاكسي على الكولتور ماش زير اسونسيالمون غير ليسكار فندير لونسينيمون طونك لونسينيون ولكن لينا رشيد على تسول فرانسيس سترات لا جو اسي ديكسبليكي اون عرب ديالكتار من خلال التدخلات ديال الاساتذه عزة بان لي بعض المفاهيم مهمه طرحوا بحال مثلا هذا المفهوم الاخير ديال الديمقراطيه ديال الثقافه. ديجا بورديو اي اون ابارلي بورديو لا بارلي دو لاكسي او كابيتال سامبوليك كابيتال سامبوليك منو الثقافه الى اخره وفي عام تروح عندنا مشكل تروح منه
Alors, je vais essayer de parler de mon expérience en tant qu'enseignant en rapport avec les étudiants, étant donné que je la vois comme un agora, agora, un lieu de débat. يعني ماشي نجي انا نقرا في الدار نقرا في سميتو فعلا كاين اللي كيتسحى القراءة في سميتو ولا وانما مثلا ملي غادي نوجد انا عند خافاي راه خصني دي ريفيرونس ما غاديش نجيبهم كلهم للقهوة دونك لا ميزون سي لو ليو اوسي دو ليكتور داكور سي با سولمون لا نلقى وانما نلقى ايسونسيلمون سي ليو دو ديبا يعني داكشي لا هاد الانترفونسيون راك شتو مني وغيلاد غادي ندير واحد الانترفونسيون صغيرة غادي نطرح بعض الاسئلة باش نتناقشوها لان خصنا نتناقشو نكمل نيت غير بعد قبل ما نبدا القضيه ديال علاش نقول المنزل سي تان اسباس اوسي اللي خصنا نديفلوبيو ماشي غير نشوفوا المقهى حتى حتى المنزل مهم علاش لان نشوفوا ليكسبيريونس ديال الناس الاخرين مثلا في هولندا جيتي على هولندا جيتي على ايدن جيتي على امستردام ايتترا اللي تان الانتباه ديالي لواحد القضيه ما عمرك دخل لشي دار وما تلقاش شي بيبليوتيك توت لي ميزون وماشي غير عند البيبليوتيك كتلقى شي بيبليوتيك فوق بيبليوتيك كاين لي بيبليوتيك سا فو دير بان لونفيرونمون الدري كينوض كينشح كينشح في واحد لونفيرونمون ديال القراءة كيلقى با كيقرا كيلقى مو كتقرا ولونفيرونمون كله داير به القراءة والعجيب في الامر بان في ليدن مثلا كتمشى هكذا كتلقى مثلا ان كرون صالون والجاج عاطي برا كتشوف كتلقى البيبليوتيك والاب جالس هنا والام جالسه هنا وكيقرا يعني نو سون دون ان انيفير دو ليكتور اي دو كولتور هادشي اللي ما كاين ما عندناش حنا حنا الدار كتلقى قوه الماء عند قاسميتو الى اخره وما تلقاش فعلا سي فري كندير واحد لابارت وين ما خصنا نديفلوبيو هاد لا كولتور ديال لي بيبليوتيك سي تري امبورطون فهمتي لان من بين الامور اللي خلاو انا بالنسبه لي من بين الامور اللي خلاو طلبة لي مود ديكزيستونس يعني يعيش عوالم دو روندر سا في بلين ريش اي سينيفيكاتيف مقولة مهمة كتلخص لأن المشكل شنو هو المشكل اللي مطروح مني مثلا في العمل ديالي هذا اش كنلقى تقريبا واحد التجربة ديال 20 عام ديال التعليم تري بيان سي محمد Donc son intervention a beaucoup porté sur la critique. La critique de l'enseignement. Il y a une fausse représentation. حيث هو تخصص بمعنى انه الناس اللي كيديروا العلوم ولا يديروا الاقتصاد ولا يديروا حاجه اخرى راه معفيين بل انه من مشاكل كبيره ديال التوجيه كنربيو من البدايه من المدرسه الابتدائيه بانه راه التلميذ اللي عنده مع اللغات وكيقرا وعنده ميول ثقافي ولا ابداعي معين راه مفروض عليه انه يمشي في الادب وبانه راه ما يمكنش يمشي مثلا في التوجه ولا في التكوين علمي انه الانظمه التربويه المتقدمه في العالم وانظمه التنشئه الاجتماعيه المتقدمه من الجامعه الصيفيه في المركز الثقافي وزاره الثقافه قلت ما غيتينال ولكن السي زوير هذا السمح هذا الشكر هذا اللي كله يسكن ديك الشمال الصغير مشكل هنا المشكل غير خصني غير كل نساو خيرنا لازم تحاولوا فينا كاين سوا سياسه التجربه كل واحد لينا لي عين تكون ازريات دار الجيل اليونيكي مدينه تركادي التيني كوني اللي عن الصقرة أرنسكر لمكتبة داخل القسم من الدراري اللي دسنا رغبة دقان أرنسكر من كوني الأساسي دا أرنسكر دوكا ندير الوثائق اللي تنسك لمكتبات القسم غير نتكلف مع الدراري الداوي نكرا نكرا الكتب اللي دازنيا نبدل نويد نكون ويا محمد صدقه لا لا من التجار
اللي مولنا الكري عاوناش الطلبه العلم فينا اللي يمكن بجوج تخصيص كلام الكتب هذه التجربه ديال القسم. التجربه الثانيه المكتبه ديال بلديه اكادير. البلديه ديال اكادير المكتبه ديال بلديه اكادير كانت مسجله واحد الماده. ملك السنرزم هو اللي ضربات ديال الدراري ديال ثانوي في سكنت شافين على سنة التنين السلطة سكنوا كان ضربات في ميت. اش كنت تضفر من غير عيط الرباط ضيط ضرب الى الله لا لا السن كما تضفر ولكن ما كاينش شخصيا نعاس وي يخصي يسكن ولا يضرب لا الدراري اللي كانوا مطلوب زوج ميت. لا الصلبة الخزان الكتب عندنا سمعت غير كان السبب اللي حنا نرزم يعني المكتبه ولا الخزانه الكتب البلديه اكادير الضغط اش كيحور الا الضغط ديال التوجيهات ولا السكن ولا شكون اللي غير حاضر حدا غير حاضر حيا غير كان سوال ولكن اريد لم يبعد اريد لم يتجل الهدف يعني كلام ومن بعد ذلك روح شو ديرو ستذكر الاقتراحات السي رشيد الحاحي ايه ثم راحنا فيما بعد على المجلس البلدي من 76 باش هادي يسكر مكتب يعني خزانة الأحياء. خزانة الأحياء هذه الفكرة جات من بعض الناس وربما أنا واحد منهم ولكن هو اقتراحية عن الناس اللي لا خصنا غير نتفاهموا على واحد الحاجة. الناس اللي تيسيروا الشأن العام راه ما مسالينش حتى لولادهم ولا عيالاتهم. خص الناس اللي على برا يفكروا لا علاش لا هذا الشيء. كاين الناس اللي تيواليو الميدان ولكن خص الناس اللي تيفكروا والناس اللي تيفكروا خصهم يفكروا في واحد الحاجه اللي هي واقعيه وامكانيه في التحقيق وعلى حسب الظروف ديال الامكانيه. الفكره ديال تاسيس المكتبات ولا الخزانات ديال الاحياء هي الفكره ديال تبهينه ديال الانصار حيث رئيس المجلس البلدي السير ناظر الله يوليه برحمه الله يعني بدر واسسها ثم واحد العدد ديال الاحياء فيها خزانات ولكن ما كاين حتى شي واحد اللي تيجي يطلع عليها فيما بعد انا زرت بعض المكتبات باعتبار ان هذه الفكره يعني كانت ديالتي ولكن ما عمر شي واحد جا باش يطلع على ديك المكتبات كانت في واحد الحاله يرتاح ها البنايه كاينه ما تكونوش الناس اللي غادي يساعد هذاك السيد في الاداره اذا خصنا مسائل اقتراحيه وهو المنشطين الثقافيين تكلمتوا على أهمية العلوم الإنسانية هو الناس اللي يتحركوا في الأدب والفلسفة والعلم هذا هو الدور ديالهم في المجتمع المثقف شكرا كيكونوا متأثر تذكروا عليها راه عندنا واحد العدد ديال الشيوخ عيالات اللي هما مكتبات ثقافية ديال الماضي ديالهم واش تنديوها فيها؟ أنا أقترح عليكم لأن البلاد دائما في حاجة إلى النماذج تخلقوا لنا النماذج حنا في الجامعه الصيفيه قلنا النموذج ولكن جميع الناس يعني خذوا بالاحزاب يعني كلشي وحس عاود خلقوا النماذج لان الدوله والمسؤولين تيحتاجوا لواحد النموذج ولذلك ساكون سعيد. مساء الخير تنمير تريويت تجسانت خليل تنمير سلمان تكشوينس كريكاتيان سوا الساوس سؤالي من بين التعريف التي عرفت الثقافة تلك التي تقول الثقافة هو ما يتبقى عندما يتم نسيان كل شيء إذا كانت الثقافة تسعى لأنسنة الإنسان وجعله حيوانا ثقافيا بامتياز فسؤالي للإخوة المتدخلين كل من موقعه هو هل الهدف من الثقافة هو استهلاك المادة الثقافية من كتب ومجلات وغيرهما دون تمييز وانتقاء أليس هدف المثقف هو مواكبة المتلقي لانتقاء ما يقرأ وغربلته وغربلة المادة الثقافية لكي لا يعود الإنسان إلى مملكته الأولى تنبيه شكرا للمتدخلين على الإضاءات التي قدموها تدخل عبارة عن تفاعل مع مجموعة من المعطيات التي والأسئلة التي طرحت أعتقد أن موضوع من قبيل العزوف عن القراءة في المجتمع لا يمكن أن نطمئن ونقاربه بكل شيء ثقافية نحكم من خلالها على كون الوجود في المقهى في حد ذاته هو هروبا معينا من فضائه من بيت الزوجية وما إلى ذلك
ولكن يمكن أن نلتمس مداخل أخرى لإضاءة وفهم الوضعية القراءة في الفضاء العمومي المغربي، وهي مداخل من بينها المدخل الثقافي. نعرف جميعا أن المجتمع المغربي والثقافة المغربية هما مجتمع شفاهي، والثقافة المغربية هي ثقافة شفاهية. أخذها هنا بالتعريف الذي حدده الأستاذ محمد الخطابي للثقافة الكتابية والمجتمع الكتابي، بوصفه مجتمعا يغربل ما هو شفاهي، ويغربل كذلك ما هو عقلاني، ويقاربه بوصفه لا عقلاني ويقاربه بوصفه لا عقلانيا، لا أن يجعل العقلاني هو العقلاني. من جهة ثانية نعرف جيدا أن يتأكد لدينا هذا الأمر عندما نأخذ بصنيف بين ثقافة الأذن وثقافة العين. وصف ثقافة الأذن ثقافة النقل، ثقافة الحفظ، ثقافة السمع والطاعة، وبوصف ثقافة العين هي ثقافة التأمل. وطبعا يتضح هذا في مجموعة من الإشارات التي يمكن أن نتخذها منطلق للفهم. قد يكد باحث معين من دينة أو ناقد من دينة محمد برادة أو أي ناقد للرواية في مديح رواية معينة وكشف جمالياتها وكشف استثنائيتها وما إلى ذلك، ولن يغير ذلك من درجة مقروئيتها وتداولها، ولكن بالإمكان أن يتحدث الفقيه المعين عن رواية معينة حتى تلقى نوعا من الترحاب. أتحدثها هنا عما وقع مثلا فقيه مقرئ أبو زيد ورواية حسن أوليد في الوقت نفسه، الأمر نفسه بالنسبة للأحداث الثقافية. قد ينشر كتاب معين أو طروحة معينة دون أن تثير المجتمع، ولكن ما إن يتحدث فقيه معين حتى يثير الجمهور، ربما لأن ما قاله الروائي عبد الكريم جويفي كان صادقا، أننا مجتمع بمثقفيه بنخبته العالمة وغير العالمة، مجتمع ينصف الفقيه والمشعوذ أكثر مما ينصف لشيء آخر. سؤالي، لماذا نصر على اعتبار الثقافة يعني هي فقط القراءة؟ أليست لماذا نضيق مفهوم الثقافة نحصره مثلا في تناول الكتاب؟ أليست لأن هذا المفهوم الذي يقدم للقراءة مثقلا هو مفهوم ضيق لا يعكس الحمولة الأنثروبولوجية؟ تميز إيجابي، تحية ثقافية عطرة لجميع الحاضرات والحاضرين، تحية عالية للمشاركين والمتدخلات والمتدخلين في هذا اللقاء الجميل الثقافي الجميل، تحية عالية كذلك لأصحاب هذا الفضاء، وهنيئا لمدينة مخلول بالفضاءات الثقافية مثل هذا المقهى، وكذلك هنيئا لهم بالمركز الثقافي اللي عنده واحد البصمة يعني رغم فتاوته يعني مركز فتيل بالنسبة للمراكز الأخرى والأكادير أخرى في الجهة. تحية أيضا للجامعة الصيفية المنظمة لهذا اللقاء، والجامعة الصيفية غنية عن التعريف بكل ما قامت به منذ عقود، ولا زالت تقوم بالشيء الكثير وبشراكة التراجع مع وزارة الثقافة ومقاهي ثقافية. موضوع طبعا المقاهي الثقافية، أنا بالحقيقة استفدت الكثير من المداخلات والتقطت الكثير من الأشياء اللي غنطرحها كذلك كتساؤلات، ولو أنني جئت لهذا اللقاء كذلك بكثير من الأسئلة المقلقة واللي إحنا يعني نحن نعتبر أنفسنا ممارسين وممارسات للثقافي في المدينة والمغرب بصفة عامة، كل واحد من زاويته كمبدع أو كمسرحي أو كشاعر أو كدارس أو كباحث أو غير ذلك. طبعا المقهى الثقافي كثير من الابعاد كفضاء غير عادي، طبعا فضاء غير عادي، ماشي كنقول مقهى طبعا نعمم على جميع المقاهي، ولكن عندما نضيف ثقافي يصبح فضاء غير عادي نستبدل فيه استهلاك يعني استهلاك مادي القهوة الشاي وغير ذلك باستهلاك نستبدل نضيف من الآن أرجسلت ونستهلك القهوة والشاي، هذا ما أمر لا يمكن أن نستغني عنه، ولكن نضيف استهلاك الفكري كذلك والتنويع الفكري والثقافي. طبعا هو مشروع فكري، مشروع مجتمعي ومشروع يحمل همه فقط المثقف،
أو لأنه مهتم بالثقافة. يمكن يكون واحد مهتم بالثقافة وغير مثقف، ولكن عنده هذا الحامل ذاك لذلك الهم لكي يزيما بالتنمية، لأن كما قيل الثقافة هي جزء ومكون أساسي للتنمية المجتمعين والمجتمعات والمجتمعات الفاعلة. طبعا المقهى الثقافي يسهم في التنوير، كما كان الحال في المدة الجامعات الشعبية. كانت هناك يسمى الجامعات الشعبية اللي كانت واحد برنامج سياسي للحكومة في عهد شكرا. أخذتكم كل دمي المقهى الثقافي كذلك واحد الفترة كانت مقاهي ثقافية كانت في المغرب يعني، ولكن على احتشام بشكل محتشم ومخزي وخجول اسمه مخزي مخجول عفوا، ولكن كانت واحد الفترة المقاهي الجامعات الشعبية ضمن سياسة حكومية خصوصا بعد الوزير السابق وزير الشبيبة نشيط وزير الثقافة وزير الشبيبة والرياضة السي القحط في هذا البروجي. يعني كانت واحد الواقع جميل جدا بعد أكاديا اللي عايش، كان واحد الواقع جميل جدا لأن كانت كذلك مفتوحة لجميع فئات المجتمع. بحال شيك نفس الشيء مثل المقهى الثقافي، وهنا كنأيد الفكرة اللي جابها السي عماد لأن هي مقهى ثقافي ده مقرب للفئة الثقافي، لأن هي ترحب بجميع فئات المجتمع وشرائح المجتمع دون تمييز ودون شروط أو أخرى. طبعا كان كنت غنضرب واحد السؤال اللي هو كالاتي، نحن الان نعيش زمن خطا او ام نحن بقايا من زمن كان مزدهرا وكان يعني مزهرا اللي هضر عليه الاستاذ حفاظ الطاب وذكر الجميع اللي هو زمن السبعينات والثمانينات كانت الثقافه لها وكان ولكن كانت مرتبطه بما هو سياسي. كان المثقف يحمل الهم المواطناتي والسياسي والثقافي والإبداعي والإنساني إلى غير ذلك، يعني كان يحمل يعني جميع أبعاد الأبعاد الإنسانية نقولوها الفكرية للهم الثقافي، رغم القمع ورغم ما كان يعيشه المثقفون والسياسيون آنذاك من سجن ومن قمع ومن نفي كذلك إلى غير ذلك. الآن ربما هناك بصيص أمل أن ربما في هذه المقاهي الثقافية الآن مدينة عيت ملول ربما تحاول استرجاع ذاك الزمن، لما لا؟ لأنه أهني أنا المدينة لأن منذ مدة قبل الحجر وقبل الجائحة كانت بدأت فيها واحد بادرة واحد دينامية ثقافية جميلة جدا من فعاليات ثقافية ومن مقاهي ومن مركز ثقافي كذلك بكثير من الندوات والمحاضرات والعروض والمعارض الفنية إلى غير ذلك. يعني هناك بصيص أمل، أنا يعني متفائلة جدا من هذه الناحية. نخلي ديك النقطة ديال هروب الأزواج من بيت الزوج إلى الأخرى، لأن ما نقدرش نقولها. طبعا المركز الثقافي عيت ملول كنعاود نقولها صح لأنه تجربة كبيرة في هذه المسألة في تعميم الثقافة وتمكين الشباب من الولوج إلى الثقافة بصفة عامة. لكن كذلك ما يمكنش نهضر على هذا الشيء كله بلا ما نطرحوا واحد السؤال على راسنا، يعني على راسنا مش الإنسان يعني يتفكر بشكل عميق. واش الآن ماذا أين هو الخلل؟ أنا الآن اللي بغيت نسأل شنو هذا الفكرة اللي بغيت نوصل هو هل توقف الفكر الإنساني عن التطور؟ هل طبعا لا، ولكن غير بشكل من هناك واحد بالنسبة لأن كإكراه مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هل تعطل الفكر الإنساني لحساب الآلة ولحساب التكنولوجيا لحساب تطور التكنولوجيا؟ يعني ربما ما فهمت قصدي، يعني يشير يعني هناك فلاسفه لا زال هناك فلاسفه ولا زال هناك مفكرون وعلماء الى وباحثون، هذا الشيء ما ماضيش، ولكن ربما فاش ما كانش هذا التطور التكنولوجي كان اكثر حده وكان الفكر موسوعي. الان كما قلتوا يعني كاين تخصص كاين هذا العقب في المنظومه التربويه التي يعني تركز على تخصصات معينه دون تخصصات اخرى.
كاين هناك عقب ذلك في السياسه وفي الاراده السياسيه لاننا مسؤولين غير واعين بما يقولون، للاسف غير واعين بما يقولون، وهم يعني حتى مواطن عادي يقول منه هذيك الهضره عاد في بالك عبد الوزير مسؤول عن يعني التربيه والتكوين ماشي حتى عن الصناعه والتجاره او عن شيء عن يعني. وكذلك لقي اختي واحد السؤال، من هو المثقف؟ من هو المثقف؟ لان هذا السؤال مرتبط سواء بالمقاهي الثقافيه او الصالون الثقافي او الابداع او الدراسه، ما هو المثقف؟ خصوصا ذلك المثقف الذي يؤثر، جاء في واحد المداخله الان مؤثر هنا في المجتمع ديالنا، ولا الفقيه هو الذي يؤثر المثقف رغم ما بقى يبحث ويكتب. وهناك من الاساتذه في 48 على جوائز الذي التي نالوها في 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 مجالاتهم في مجالات البحث العلمي، يعني رغم كل ان هذا كاين هذا المجهودات من طرف الباحثين والعلماء، يعني هناك مؤثرين اخرين اما الفقيه اما تفاهه كما جاء على لسان اما شيء في المواقع خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي. اذا ما هو دور المثقف اذا كان لدينا فعلا المثقف مؤثر؟ وما علاقه الثقافه بالحريه؟ ما علاقه الثقافه بالاراده السياسيه؟ وما علاقه الثقافه بالمنظومه التربويه؟ وشكرا. احنا كلنا يعني كلنا رغم اننا كنعملوا بالمساواه والتقدم، ولكن عندنا اشياء راسخه ومترسخه بالفعل، يعني كاين اشياء نمطيه بغينا او كرهنا. احنا واخا كندافعوا على حقوق وعلى مسائل، ولكن هي داخله راسيتو كنستدركوها فيما بعد بطبيعه الحال، يعني سواء في الكلام ديالنا اليومي او في ممارسه او في يعني. ولكن انا استفزتني هذه المساله ان الازواج يهربون من بيت الزوجيه الى المقاهي. الازواج استاذ راه الازواج ماشي مقصود بهم الزوجات، يعني النساء بالضروره. بعض عرفت الاسر ديالهم من الصداع ديال الدراري كنتي فهمت لان انا لا حيت ولا من اولادي لا ابدا، لان هناك متعه في الجلوس في المقهى والكتابه، ولو ان يعني هناك شروط الكتابه. الاسئله وهي المحيره بالفعل هذا المجال للحديث عن المقاهي الثقافي وعن الثقافه بصفه عامه، وسانقلكم من فكره طبقه الثقافه وانا انظر اليها من جانب اخر، غادي انه انظر اليها من طبقه الفعل الانساني، طبقه الفعل الانساني الذي من طبيعه الحال يكون المرجع الاساسي ديالو هو الثقافه الانسانيه الكوكبيه كما قال موران والكونيه، والتي تعلمنا اولا اننا نختلف وان نفهم شخصا معينا ونفهم انه لا يفهمنا او انه العكس كذلك، يعني اننا نحاول ان ننطلق من ثقافه الاختلاف وهي الاساسيه بالنسبه لنا كمجتمع مغربي يعيش في عالم الان تحول وتغير وكل شيء، ومثقفون مثقفون يدرسون عن مدرسة فرانكفورت، يدرسون عن مومان، يدرسون بوربيو، يدرسون كثير من المثقفين فرايس، يدرسون كثير من الأفكار، ولكن على مستوى الممارسة نجدون أن ما زلنا مقيدين بثقافة تقليدية محضة صرفة تقيدنا. هذا المشكل اللي طرح لأي ثقافة، وإن كان هذا السؤال كلاسيكي وذاته أي ثقافة نريد. كما ذهبت مدرسة فرانكفورت وردوها، أي ثقافة لا تخدم الإنسان، لا تخدم التغيير، الحياة اليومية المعيشية للإنسان ليست ثقافة، تبقى ترفيه أو كذا، من خلال بطبيعة الحال نمر إلى وسيلة إلى الإعلام، والإعلام ودوره في محاولة يعني إعطاء الوهم وإعطاء أحيانا بأننا نمارس ثقافة أو نمارس حرية، وفي الواقع لا نمارس لا حرية لا ثقافة. مسألة أخرى، عندما تحدث أحد الأسئلة الأفاضل عن قضية المهارات الحياتية، أننا نقع كنا كاين في تسكال المجالات المقهى. في البداية أشكر السادة الأساتذة والأستاذة المحترمة الذين تقدموا عروض متميزة، وأعتذر عن التأخير، لن أسمع كل المداخلات، فقط هنالك ما يسمى الآن في العالم أزمة الثقافة. تحول العالم من عالم العقل النقدي
الى عالم الفكر التافه. هذا مشكل عالمي ومشكل يعاني منه العالم الان لسببين. السبب الاول هو غياب العقل النقدي والمرتبط بالمدرسه. المدرسه المغربيه اتجهت نحو ما يسمى بثقافة السهلة، الثقافة السهلة وثقافة التفاهة وثقافة العقل المنغلق. ينتج عن هذا ما السبب الثاني أو ينتج عن هذا ما يسمى بالمثقفة. تحول المجتمع المغربي من المثقفة، يعني تبادل الأفكار، إلى الملاقفة، يعني أن يستوعب كل ما يحيط به دون نقد نظرا لغياب العقل. لذلك المجتمع المغربي الآن توسعت فيه دائرة الفكر المطلق، دائرة التبعية، دائرة الثقافة السهلة، لأن الثقافة الصعبة هي ثقافة العقل النقدي. الآن المجتمع كله توجه نسبيا نحو الثقافة السهلة، لذلك تعمقت هذه الظاهرة مع الواتساب، فأصبحت ثقافة محنطة. ليس هنالك وقت لكي يكتب شخص حتى تهنئة، يكتب يأخذها محنطة ويرسل. هذا مشكل عويص. النقطة الثانية، يعني السبب الرئيسي الأخير والخطير، وهو الشعبوية. انتشر الفكر الشعبوي في المغرب بشكل كبير، وقد انتشر هذه الظاهرة مرت في أوروبا في القرن السابع، في العصور المشتركة كما أشارت. هذه الاستقالة خطيرة جدا، وبالمناسبة على المثقفين أن يستيقظوا ويشمروا عن سواعدهم للقيام بدورهم كما هو. تنمر الشهمات في سقسيتنك أول در حمزة. أشكر الأساتذة على الإضاءات، أشكر أيضا الجنة المقدمة لسببين، أولا لحسن الاستقبال، والسبب الثاني لاختيار الموضوع، لأن فعلا اختيار الموضوع كان اختيارا موفقا، خاصة وأن سؤال المقاهي الأدبية والثقافية لم ينال حظه صراحة في النقاش العمومي وفي التحليل والمناقشة. ما يتعلق بالمقاهي الأدبية، أعتقد جازما بأن ربما كتبي مشكل وجدت سبقوني اليوم الأساتذة وقالوا بالتالي لدى الاستفادة فيه. أنا بناء على تجارب شخصية شبابية ومبادرات شبابية الدرب في مدينة أيت ملول، ربما بين المشاكل اللي لقينا هنايا حاليا في المنطقة ديال أيت ملول هو التمثلات الاجتماعية حول المدينة، حول المقاهي عامة. لأن بعض الوقت كنبي ندير اجتماعات فتصطدم بأن بزاف ديال الناس في المجتمع تنظروا إلى المقهى كفضاء للعبادة، وتنظروا للمقهى كفضاء يعني للرفاهية وشيء من هذا القبيل. لذلك كنلقاو بأن حتى المشاركة ديال العنصر من سبب السادة، كنلقاو بأن بزاف ديال النساء ولا بزاف ديال البنات فاش كنجيو نعيطو لهم شي ندوة ولا شي ورشة تكوينية ولا فطيرية، كنلقاو بأن الآباء يعارضون مجيء الإناث لهذه الأسباب ولا التدخل الاجتماعي. فهنا أتساهل وكنطرح سؤال، كيفاش بغينا نديرو ثورة ثقافية وتعميق تجدير وعي ثقافي مجتمعي في ظل غياب الأنثى وفي ظل هذه القوالب الاجتماعية التي تبنى لنا؟ هذا نقاش ديال نعم المرأة المغربية عامة إلى آخر ذلك. النقطة الثانية اللي بغيت نشيرها فيما يتعلق بالمرأة فيما يتعلق بالمقاهي الأدبية هو أن أولا لتجاوز منطق النخبوية، لأن الذي سيقتل الفعل الثقافي في المغرب هو هذه المنطقة النخبة. خصنا نتجاوزوا هذه المنطقة ديال النخبة، وخصنا نتجاوزوا هذه المنطقة ديال النظر إلى الفعل الثقافي من منظار عاجي معين. لذلك أنا أقترح بأن المقاهي الثقافية لابد لها أن تنفتح على الحاضنة الشعبية بمختلف غيتواتها الاجتماعية، لابد لها أن تنفتح على مختلف الشرائح الاجتماعية، لابد أن تعود إلى أدوارها اللي هو التطير والمساهمة وتجديد فعل ثقافي جاد ومسؤول. وتحية حتى لأطيق. أولا التدخل عندي ملاحظة بسيطة وهي ما يتعلق بالأدب والعلوم.
هو انطلاقا من تجربتين. التجربة الأولى هو أنني علمي وكنت في بيت علمي وكل أصدقائي كانوا يعني درسوا العلميين وهم الأدبيين كانوا علميين من ناحيتين. فمن ناحية حين نتكلم عن العلميين فالعلميين ليس لهم وهذا هو الخطأ الذي سمعته أنهم يقرأون ويكتبون ويبدعون وهذا يعني عندما تأتي مثلا الفنان التشكيليين ستجد بأنهم تقريبا نسبة كبيرة علميين الفنان التشكيليين مهندسين معماريين أطباء دكاترة مهندسين مجموعة من الفنان التشكيليين كلهم تقريبا كيكونوا فنانين تشكيليين. من ناحية حضرت أنا حسب الورشات ديال الشعر في الثانويات ومنين حضرت الورشات اللي سميتو وكان وحضرت الورشات اللي علمية تلاميذ أدبيين وعلميين ومع الأسف أنني كنوجد بأن الأدبيين ما عندهمش الاهتمام أكثر بالأدب رغم أنهم عندهم هذا التوجه الأدبي بينما مني كنجي مثلا مؤخرا في زقطوني أنوال كانت ديال الأكاديمية كان سميتو خديت قسم ديال قسم خاص بالعلوم الرياضية وغادي نقول لكم الأشياء الغريبة وأنهم كنتم تقريبا كنتكلموا مع الشعر أنهم كلهم كيعرفوا الشعر كلهم كيتسمعوا بينما الأدبيين مني كنتكلموا مع الشعر شحال كيحسب كل حل الراس مني سولتهم كان هذا السؤال دائما في الأخير كنطرحو كنقول لهم شكون اللي كيكتب فيكم الشعر ولا قصة ولا شي حاجة دائما كنلقى في العلميين كيكتبوا واحد العدد كثير وفي الأدبيين ما كنلقى واحد ولا جوج وهذا من الأشياء زعما غريبة. غادي نقول لكم أكثر من ذلك هو أننا في العائلة غادي نطلق من العائلة ديالي والعائلة ديالي ما بين خوتي كاين تقريبا عندنا العلميين بزاف العلميين ولادي ولاد خوتي ولاد خوتي تختي كلهم كيقراو كل ما كاينش فيهم اللي ما قراش أكثر من 40 ولا 50 روم لونجلي ولا الفرنسية ولكن مني ولاد خويا بحال مثلا بالأدبيين كنقولوا أدبي كنقول له واش قاري شي قصص قال لي لا عمي لا قاري غير الكتاب هذاك الرومون اللي عارف أنه هو اللي قاري صافي ناقي يعني هذا كنصحوا واحد سميتو أن كاين علميين وكيهتموا بالأدب لأن الثقافة غير مرتبطة بالأدبيين أو بالعلميين وإنما هي القراءة وإنما هي مرتبطة بالإنسان كإنسان وتكوين كتكوين وشكرا. تحية فينا جميعا اهتمام بمقهى ثقافي واهتمام بالثقافة بشكل أكبر. غادي نجاوب ماشي غنجاوب ولكن غادي نذكر على ثلاثة ديال النقاط وهي أول شيء اللي كنا كنذكرونا كما قال الأستاذ تمارا يعني وريتنا بزاف ديال الحوايج اللي كنذكر عن المقهى كان أنه تنفس أو فسحة يعني الهوم من البيت ما كتكلمش على الهوم بمعناه اولا الايجابي لا السلبي بل بمعناه يعني اللي كنتو كتعرفو بلي عندنا حنايا مثلا الاغلبيه ديال الناس اليوم ساكنين في ديزابارتمون ديال 60 70 80 100 عندهم وليدات ويبقى المقهى متنفسا يعني متنفسا وخاصة حنا اللي عانينا مع وليداتنا وقتها بداك التعليم عن بعد فيما كنقراو كيقراو حتى هما وبالتالي كيبقى هذا هو ما كنت اقصده بالمشاكل افرحوا مكراس افرحوا مكراس